يبدو أن هناك أدلة كافية لدى الاتحاد الأوروبي عن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في الحرب في أوكرانيا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى اتفاق من حيث المبدأ على فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران، حيث أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي سيقر هذا الأسبوع عقوبات جديدة بسبب تزويد إيران لروسيا بالمسيرات واستخدامها في أوكرانيا. There was a widely shared political agreement that the EU should react swiftly. Now that we have gathered our own sufficient evidence, work is ongoing in the Council in view of a clear, swift and firm EU response. وإلى ذلك تواصل أوكرانيا السعي إلى إثبات استخدام المسيرات الإيرانية، ودعت أوكرانيا خبراء من الأمم المتحدة لفحص حطام زعمت أنه لطائرات مسيرة إيرانية بيعت لروسيا واستخدمت لمهاجمة بلداتها ومدنها. ففي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد سفير أوكرانيا سيرجي كيليستسيا أن موسكو تتلقى شحنات من المواد المحظورة من طهران منذ يناير 2016. كما أضاف السفير في رسالته أن مسيرات إيران من نوع مهاجر وشاهد نقلت إلى الأراضي الروسية في أواخر أغسطس الماضي حسب ما نقلت إذاعة صوت أمريكا.